فإذا كان فلسطين هو المسألة الأول والمسألة الأولى وهو أصلنا وذاتنا وفرعنا، فماذا علينا أن نفعل؟ فما هو وظيفة كل مسلم ينتمي ويحمي مسألة فلسطين؟ أولا أن يجهز نفسه ليكون هو الضريع ويكون هو المحامي الأول لمسألة فلسطين. اليوم توجد تغييرات في مسألة فلسطين، وهي تغييرات المصطلحات الموجودة في مسألة فلسطين. قبل أن أطرح وأقول هذه التغييرات في مصطلح مسألة فلسطين، أولا أن أقول لكل واحد منا لابد أن يجهز نفسه سياسيا وثقافيا واقتصاديا ليحمي فلسطين. ما هي التغييرات المصطلحات اليوم الذي توجد فينا أو يولدها إسرائيل الغاصب في عالمنا الإسلامي؟ ولكل واحد منا لابد له، وهو وظيفتنا اليوم، أن يعرف هذه التغييرات المصطلحات الموجودة. من السابق إلى اليوم كان الناس والشعب الإسلامي يعترفون بأن إسرائيل هو العدو الأول للعالم الإسلامي، وهكذا هو. واليوم جاء بمصطلح وولدت مصطلحات جديدة يسمى تطبيع مع إسرائيل، وتولد في هذا أن في العالم الإسلامي يوجد عدو آخر غير إسرائيل. وما هو؟ هو الأمة الإسلامية عدو لأمة الإسلامية في نفسه، نتبارز ونتشاجر معنا. هذه المصطلحات المولدة التتبيع، هو ثمر التتبيع الذي جاء يقول ابحث عن عدوك في داخل بيتك لا خارج بيتك. تولد فينا عدو يسمى شيعي، وفي شيعي وتولد فينا عدو يسمى سني، حتى ننسى مسألة الأساسي وهو فلسطين، وننسى عدونا الأصلي والذاتي